مباراة اليوم كانت صعبة علينا. علاش؟ أول شيء دخلنا مضغوطين لأن عرفنا أن يمكن ما بقناش كنحتلوا الصف الأول، يمكن ولا النادي القناطري اللي كيحتل الصف الأول، هذا زاد ضغط علينا. ولنا كنتمناو نلعبوا قبل ونتسناو النتائج على نشوفوا النتائج ونلعبوا، لذلك كان واحد الضغط كبير. كما كنقولها جميع الخصوم اللي غيجيو للكوكب لهذا الملعب الكبير يفوا غيدخلوا الفيستيار غيشوفوا هذه المعلمة، راه غيديروا كرون ماتش، غيديروا ماتش ديال حياتهم. هذا الشيء بالنسبه لي اللاعب عادي، لان اي مغربي واي عربي واي افريقي، حنا وقعت لنا فاش كنا لعابه، فاش لعبنا مع مدريد، بي اس في اندوفن، بي اس جي، اي فريق كتلعب معنا احسن منك كتعطي اكثر وكتكون بلي موتيفي. هذا شيء عادي جدا، وكنت قلت للاعبين ما تنتظروش شي مباراه تكون سهله، لان شفت انا سيدي قاسم في مباريات ما كانوش بحال اليوم، يعني غادي يكون جهد مضاعف، غيكون بريم زايد، غيكون عده اشياء. لذلك ما نتسناوش شي مباراه تكون سهله. اللي ما زادش علينا هو ما سجلناش الاول، قد ما كنسجلوش والضغط تزيد علينا. الشيء اللي عجبني في هذه المباراه يعني الاداء، ما كانش ذاك الاداء اللي كنتظر، وهذا شيء عادي، انا كنبغي الاداء والنتيجه. اليوم يمكن ثلاثه نقاط نهدوا الجمهور اللي خرج فرحان بعدا، لان نشكروا رغم اليوم الاثنين كنشوف واحد الجمهور اللي حضر. التغييرات الحمد لله توفقنا فيها، يعني بالتجربه ديالي ما نقولش لك انا كارديولا ولا كانت واحد بعض المرات كتوفق. قريت واحد القراءة جيدة في هذيك الدقيقة 60، دادوك التغييرات هما اللي عطاونا، هما اللي مشينا حاولنا، يمكن ضغطنا في الأخير وسجلنا. بالنسبة لنا ثلاثة نقاط جد جد مهمة غتخلينا يعني في الصف الأول. بالنسبة للخطوط باقي خصنا عمل كبير، لا سيما خطوط الخط الأمامي، مازال خصنا لاعبين الحقيقة اللي كما قلت لكم حنا الحمد لله هادشي كله حنا هنا جيري، باسكو 19 جور بور بريباري سي انسيفيسون. جيرينا الحمد لله بهذه النتائج. نقول لك كما قلت لكم انا في هذا المكان، قلت لكم انا ماشي سحار، انا التجربه ديالي غنجيري، يعني غنجيري باش نبقى مع ذوك الصفوف الاولى، رغم ان المشروع فيه عامين، ولكن هذا الفريق اللي عنده تاريخ بهذ اللاعبين بالاطار ديالهم بالجمهور ديالهم ما خصوش يتعطل. كاين واحد ست منافسين في المستوى، وفي الاخير غيصعدوا جوج، يعني المنافسه غتكون صعيبه وصعيبه جدا على جميع الفرق. المقابله ديال اليوم راكم شفتوا الاطوار ديالها كيفاش دازت، يعني تحكمنا في جوج الاطوار المقابله سيرتو في الشوط الاول، يعني حاولنا نديروا البلوك ميديوم ونلعبوا حتى الامكانيات المتاحه اللي عندنا، حتى لا بلي بار ديال اللعابه اللي عندنا فما تيتزاوجش العمر ديالهم قل من 23 سنه، ما درناش ان بريباراسيون مزيانه، يعني حتى الضائقه الماليه اللي تعيشها الفريق القاسمي، حتى الملعب اللي ما عندناش تنحاول نطرق ليه من خلال المرمر ديالكم، حاولنا نلعبوا على الامكانيات المتاحه امام فريق اللي كبير، حاولنا نديروا بلوك ميديوم وما نحاولوش نزيدوا، لان عارفين الكوكب عنده فريق لعابه متمرسين، حاولنا نديروا البلوك ونحاول نهزوا لو ريتم باش نطيحهم في لي بياج، وداك الشيء اللي وقع اللي تاثر لينا. تحكمنا في جريه المقابله، جانا الهدف الاول، الهدف الثاني ما ربما العامل ديال التجربه، اللاعبين اللي صغار السن ديالهم ما كيتعاملوش مع لي زوكازيون اللي جينا، كنا نهيو الشوط الاول على الاقل بواحد الهدف ولا هدفين ونلعبوا الشوط الثاني باريحيه، كيف ما قلت لك ما تعاملناش مع لي زوكازيون اللي جاونا. يعني في الشوط الثاني بقينا على نفس النهج، يعني محتاطين من الخصم، محتارمين الخصم، كنحاولوا نديروا مرتدات، يعني حتى ما غنتكلم عاوتاني حتى الشق ديال التحكيم راه ما عاوناش اليوم، نخلي الناس ديال اهل الاختصاص هما اللي يدخلوا فيه، لان كانوا بزاف ديال القرارات مؤثره ما كتخدمناش، نخليو اهل الاختصاص يهضروا على التحكيم. على العموم انا ساتيسفي، راضي على اللعابه ديالنا، قدموا مقابله كبيره امام جمهور كبير كيف ما قلت لك تفتقدوا التجربه. جانا الهدف اخر انفاس المقابله، وهذا توا عامل تجربه، عرفوا كيفاش يستغلوا النادي الكوكب مراكشي. ما علينا نزيدو نجتهدوا، وتنحيي اللاعبين ديالنا على المقابله الكبيره اللي داروا.